والآن كلمة ترحيب السيد الأستاذ ميخائيل مياتلينكوف رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، فليتفضل سيادته. مستر مينكوف، floor is yours. معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي، السيد رئيس وزراء بيلاروسيا، زملاء الأعزاء المشاركين في هذا المنتدى، أود أن أشكر رئيسي وزراء الدولتين على إعطاؤنا هذا الشرف في أن يحضروا افتتاح منتدى الأعمال البيلاروسي المصري. أود أن أشكر السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الغرف التجارية المصرية. إن تاريخ التعاون بين غرف التجارة في الدولتين يمتد لأكثر من 25 عاما. دائما ما نقوم بتنفيذ مثل تلك المنتديات ونتبادل اللقاءات. في عام 2017 و2020 حين زار السيد رئيس بيلاروسيا إلى مصر، وانعقدت أيضا منتدى الأعمال، وهناك تعاون مباشر بين دوائر الأعمال في الدولتين. إن غرف التجارة في الدولتين يدعمون أيضا في حضور رجال الأعمال من بيلاروسيا إلى مصر والعكس. نحن مستعدون لتوسيع التعاون بين رجال الأعمال في الدولتين. في 40 شخصا كانوا يزورون مصر. العديد من المؤسسات والمصانع البيلاروسية موجودون الآن في مصر، مثل مصنع مينسك للسيارات، مصنع مينسك للجرارات الزراعية الذي يعمل بالفعل على الأراضي المصرية، وأنتم تعرفونه جيدا، تعرفون منتجاتنا المشهورة كمثل جرار بيلاروس المشهور في الأرياف المصريين. هناك أيضا مجال واعد للتعاون، وهو المجال الكيماويات، مجال المنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الخفيفة، بالفعل مجال صناعة الأدوية ومجال السياحة والعديد من المجالات. إن رجال الأعمال البيلاروسيين مهتمون بشكل كبير بتوطيد علاقاتهم التجارية مع مصر وتنفيذ مشروعات على أرض مصر. سوف تكون هناك بعض العروض التقديمية التي سوف تعكس إمكانات بيلاروسيا للجانب المصري. بالأمس كان هناك أول مجموعة لقاءات بي تو بي بين دوائر الأعمال البيلاروسية والمصرية في مصر، وهناك أماكن آفاق واعدة لاستكمال هذا التعاون والوصول لاتفاقيات مباشرة وعقود مباشرة لإنشاء مصانع مشتركة. أود أن أقول أيضا أن المصانع البيلاروسية دائما ما تشارك في كافة المعارض التي تقوم بتنظيمها مصر، مثل فود أفريكا. وكان هناك جناح كامل للصناعات البيلاروسية، وفي ديسمبر في هذا العام سوف يكون هناك أيضا معرض لبيلاروسيا في مصر. هناك العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض البيلاروسية. الزملاء الأعزاء، إن مصر من أفضل الأماكن المحببة إلى السياح البيلاروس، فهي غنية بالأماكن والمنتجعات السياحية الرائعة. إن كل المشاهير البيلاروس يزورون مصر شتاء وصيفا. نود أن نقيم علاقات مباشرة بين رجال الأعمال البيلاروسيين والمصريين. باسم غرفة التجارة البيلاروسية أود أن أؤكد لكم أننا سنقوم بكل جهد لنا كي نوفر الدعم لكل الشركات المصرية والبيلاروسية كي يتعاونوا سويا. أود أن أتمنى للجميع مفاوضات بناءة ومثمرة. شكرا لكم جزيلا.